بسيط خالص. في عندنا المعادله دي اللي هي ان اي اللي هو عدد التكرار خلال عمر الطريق كله، يبقى الاي اللي هي الاتش بتاع مين؟ بتاع الطريق بتاعه، بيساوي الان نود اللي هو الانيشال ترافيك اللي هو حجم المرور الحالي، حجم المرور وقت افتتاح الطريق، وده عباره عن حجم مرور ايه؟ يومي افريج ديلي ترافيك، مضروب في الجي واي اللي هو الجروث فاكتور، علاقه ما بين الجروث ريت اللي هو معدل الزياده السنويه والاتش بتاع الطريق، مضروب في ال اللين ديستريبيوشن فاكتور، مضروب في الدي الدايركشنال ديستريبيوشن. خلاص؟ طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عندي طريق كده، قلنا ان احنا مثلا عاملين طريق وليكن 3 لينز بير دايركشن مثلا. اهو. يبقى انا عندي طريق ثلاث قرارات في كل ايه؟ في كل اتجاه. لو انا جيت قلت حجم المرور الحالي اللي هو بيساوي ان نود اللي هو عباره عن الافريج ديلي ترافيك او بنسميه الكرنت ترافيك. خلاص؟ طيب يبقى الـ N I بتساوي الـ N نود دي مضروب في 365 ايه 365 عدد ايام السنة. عدد ايام السنة. يعني لو ضربت متوسط حجم المرور اليومي في عدد ايام السنة هيديني حجم المرور الايه؟ السنوي. مضروب في الجي واي اللي هو الجروث فاكتور مضروب في. طيب لحد هنا انا جبت حجم المرور السنوي الحالي اللي هو الان نص 365. لو ضربتها في الجي واي يبقى جبت حجم المرور الكلي خلال عمر الطريق اللي هو ال 20 سنه. طيب لو انا جيت ضربت الكلام ده في الدايركشنال ديستريبيوشن اللي هي الدي هيديني حجم المرور الكلي فين؟ في الاتجاه الواحد اللي هو الاتجاه ده. لو انا جيت ضربت الكلام ده كله في حاجه اسمها اللين ديستريبيوشن فاكتور اللي هو ال ال هيديني حجم المرور في الحاره الايه؟ في الحاره الواحده او الحاره التصميميه اللي بنسميها الحاره الايه؟ الحاره التصميميه. تمام كده؟ طيب ال ال نود هنا عباره عن ايه؟ عباره عن كل الاحجام المروريه او كل المركبات اللي بتعدي على الطريق بتاعه، سواء كانت تراكس، باص، سواء كانت عربيات نقل، عربيات ملاكي، ايا كان. خلاص؟ طيب العربيات دي هل انا باخدها كلها معايا في الاعتبار؟ لا، انا باخد الهيفي فيكل تراك او الفيكل تراك بس. اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن يبقى الان اي تي اللي هي التراك بتساوي الان اي مضروب في التراك ايه؟ برسنتج. خلاص؟ يبقى انا هضرب في التراك ايه؟ في التراك برسنتج. خلاص كده؟ كده يبقى انا جبت حجم الشاحنات اللي بتمر فين؟ اللي بتمر في الحاره التصميميه خلال عمر الطريق الافتراضي. خلاص كده؟ لو انا ضربت ده في التراك برسنتج اللي هو نسبه الشاحنات هيديني عدد العربيات النقل او عدد الشاحنات اللي بتعدي في الفين اللي بتعدي في الحاره دي خلال عمر الطريق الافتراضي. طيب الجي واي دي احسبها ازاي؟ الجي واي دي يا اما احسبها من المعادله دي زي المعادله اللي بتقول الكوافه الصحيه اللي هي بتاعت التنفق بالسكان ومش عارف ايه. خلاص؟ يبقى الجي واي عباره عن 1 زائد جي اس ام ناقص 1 على الجي ام اللي هي النمبر اوف ييرز عدد السنوات الايدج بتاع الطريق بتاعه. الجي الجروس ريت بتاعه كل سنه بيزيد بمقدار قد ايه؟ 2% 4% 5%. خلاص؟ طيب وممكن نجيبها من الجدول الجميل اللي قدامنا ده اللي هو علاقه ما بين الاتش اللي هو العمود ده وعلاقه ما بين الكروس ريت اللي موجود في الصف ده. فباجي كده اقول والله انا عندي مثلا الانوال الاتش بتاع الطريق وليكن مثلا 20 سنه مع الكروس ريت بتاعي 4% فانزل 4 مع 20 يديني 29 مش عارف كام كده. خلاص؟ يا اما ان انا استخدم المعادله او استخدم الجدول الاثنين واحد نفس القيم بالظبط مفيش فرق. تمام؟ طيب اللين ديستريبيوشن فاكتور بحسبها ازاي؟ اللين ديستريبيوشن فاكتور بتبقى نسبه من احجام المرور اللي بتعدي في الاتجاه
according to number of lanes in each direction. تمام؟ يعني لو انا جيت قلت لك ان انا عندي عدد الحارات اللي موجوده في الاتجاه حارتين، تمام؟ فهاجي اهو داخل الجدول اللي هنا، يبقى النمبر اوف لينز ان ايتش دايركشن بتساوي 2، يبقى انا عندي النسبه بتاعت اللين ديستريبيوشن بتساوي كام؟ من 80 الى 100%، يبقى خدها 90% مثلا. تمام؟ طب لو اكتر من 4 يبقى من 50 ل 70. طب لو هي 1 يعني طريقه واي 2 ليه؟ يبقى خدها كام؟ 100%، خلاص. ما هي الاتجاه. خلاص كده؟ كده انا عرفت ازاي احسب الجي واي واحسب مين؟ واحسب ال. طبعا الدي بناء على الدراسات المروريه، ولو ما كانش لها يعني ما فيش دراسه تحددها فخلاص احنا بناخدها من القيم طبقا لنوعيه ايه؟ طبقا لنوع الطريق بتاعنا زي ما هو موجود في الكود وزي ما خدناها واحنا بنتكلم على الدايركشنال. خلاص؟ طيب ايسي قدامي حل من الاثنين عشان احسب الايسي قدامي طريق من الاثنين، يا اما يكون متوفر عندي كل الداتا اللي انا اقدر احسب منها الايسي. يعني ايه كل الداتا؟ التوزيع بتاع العربيات بتاعها شكلها عامل ازاي؟ والاحمال بتاعتها شكلها عامل ازاي؟ ونسبه كل شاحنه من الاحجام المموريه بتاعت الشاحنات شكلها عامل ازاي؟ يعني هاجي اقول والله مثلا انا بيعدي عندي شاحنه بالشكل ده. وعندي شاحنه بالشكل ده. انا فين انا شاحنه؟ وشاحنه بالشكل ده. تمام؟ نفترض ان هم دول الثلاث شاحنات اللي عندي. طيب يبقى انا الان اي تي ده اهو عباره عن ايه؟ عباره عن مجموع الشاحنه دي زائد الشاحنه دي زائد الشاحنه دي. طب نسبه دي قد ايه؟ وليكن مثلا هقول 20% او 30%. نسبه دي قد ايه؟ وليكن هي كمان مثلا 40%. نسبه ده قد ايه؟ 20% ولا 30%. خلاص؟ يبقى انا عندي عرفت كل واحده من دول، كل شاحنه من دول بتعدي بنسبه قد ايه او بتمثل بنسبه قد ايه من الاحجام الايه؟ من الاحجام الكليه بتاعه الشاحنات. طيب انا عايز استخدم البيانات دي في حساب الايسل، يبقى انا لازم اكون عارف احمال المحاور اللي موجوده هنا. طيب احمال المحاور لو انا ما عنديش داتا بتقول لي احمال المحاور ايه، فانا باخدها الليجل لودز اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في الكود. يعني ده كان بيشيل 7 طن وده كان بيشيل كام؟ 13. ده كان بيشيل 7 وده كان بيشيل 20. ده كان 7 وده 20 وده ايه؟ 20. خلاص؟ يبقى انا اقدر ان انا استخدم الليجل لود او الماكسيمم ليجل لود في حساب مين؟ في حساب اللي كوفيننت سنجل اكسل دول. طب لو انا معايا داتا عن الاحمال، يعني بقول له والله ده العربيه دي وزنها قد كذا والمحور ده بيشيل كذا والمحور ده بيشيل كذا، خلاص يبقى انا هستخدم الداتا الايه؟ الداتا المتوفره بالنسبه لي. طيب عشان احسب بقى الايكوفيننت سنجل اكسل دول، يعني انا هاخد كل الكلام ده كده واحسب منه مين؟ الايكوفيننت سنجل اكسل دول. طيب هحسبه ازاي؟ بسيط قوي، انا هقوم عامل جدول كده. الجدول ده هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه الاكسل كونفجريشن. تمام؟ طب الاكسل كونفجريشن اللي موجود عندي اول نوع عندي اسمه ايه؟ سنجل اللي هو الستيرنج اكسل اللي هو ده اول واحد اللي هو شايل 7 طن. طيب الوزن بتاعه كام؟ 7. هقوم داخل الكود ونطلع حاجه اسمها الاكسل فاكتور زي ما خدنا المره اللي فاتت اللي هو التشارت الكبير ده. سوري الجدول الكبير ده. خلاص؟ يبقى انا قدام ال 7 طن في الكود المصري موجود الاحمال بتاعه بالطن. خلاص؟ لو ما كانش هتحولها، لو ما معكش الجداول بتاعه الكود المصري هتحولها بالباوند ونطلعها من الجداول بتاعه الهاش. خلاص؟ يبقى انا عندي عند لود 7 هروح اطلع الاكسل فاكتور بتاعي من الجدول بتاع الهاش. تمام؟ طيب بعد كده ريبيتيشن التكرار. التكرار بتاعه. التكرار اجيبه منين؟ لو انا جيت قلت لك ان انا عندي هنا ال ان اي بتساوي قيمه مقدارها اكس وليكن مثلا 700,000 مليون مثلا اي رقم.
خلاص؟ يبقى انا عندي العربيه دي هتعدي كام مره خلال عمر الطريق الافتراضي؟ بوينت 3 في الرقم اللي هو اكس ده، لا 700,000 ولا المليون ولا زي ما يكون. خلاص؟ يبقى دي بتعدي بوينت 3 في كام؟ في اكس. ده بوينت 4 في اكس، ده بوينت 3 في اكس. طيب الاكس ده زي الاكس ده زي الاكس ده، صح؟ يبقى الاكس ده زي الاكس ده زي الاكس ده عدى كم مره؟ 100% الاكس. تمام؟ يبقى الريبيتيشن بتاعي هنا هو مين؟ هو الاكس. خلاص؟ طيب خلص السنجل، اقوم داخل على مين؟ على الطن. طيب لا ده لسه في سنجل كمان اهو، سنجل تاني بس المره دي شايل كام طن؟ 13. طيب السنجل ده موجود فين؟ موجود هنا. طب العربيه دي عدت كم مره؟ اللي هو ده بوينت 3 اكس. خلاص يبقى 13 الاكس 13 ده عدى بوينت 3 ايه؟ اكس. يبقى اقوم كاتب الريبيتيشن والاكس الفاكتور اروح احسبه منين؟ او اروح اجيبه من الجدول بتاعه. خلاص؟ نفس الكلام اعيد تاني. طب لسه في سنجل؟ خلاص كده. لو في سنجل بوزن مختلف خلاص هكتبه. يعني انا لو حاطط لك سنجل بوزن تاني هكتبه. طيب اقوم داخل على التندر. اكرر نفس الايه؟ نفس الكلام. عندي ترايدل احطه، عندي كواد احطه. طب عندي تندم بس واحد مثلا ب 20 طن وواحد مثلا ب 15 وواحد ب 30، يبقى ده يتحط مره ب 15 ومره ب 20 ومره ب 30 وهكذا. خلاص؟ يبقى سواء اختلاف الاكس كونفجريشن او اللود يبقى لازم احط كل واحده لايه؟ كل واحده لوحدها واكرر الحسابات بتاعتي. طيب بعد كده اقوم ضارب الاكس الفاكتور في الريبيتيشن. يبقى كل واحده من دول هضرب ده في ده ويطلع لي الناتج اكتبه فين؟ وفي النهاية هجمع ده كله كده عشان يطلع لي الايكوفيدنت سنجل اكس ده. يبقى الصمت لو انا ما عنديش بقى الداتا دي كلها، لو انا ما عنديش الحاجات دي كلها، فبيجي يعمل ايه؟ فبيجي يطلع حاجة اسمها التراك فاكتور. بيقول لك والله هنقول ان التراك فاكتور اللي هيمشي على الطريق مثلا 1.5 2، تمام؟ 2.5 ايا كان. يبقى في الحالة دي اقوم جاي كده انسى بقى كل ده وهاجي اقول هنا الايكوفيدنت سنجل اكس اللود عباره عن الان اي دي اللي انا جبتها ده مضروبه في التراك ايه؟ في التراك اللي هي 2 او 2.5 بس. خلاص؟ خلاص كده؟ يبقى انا يا اما اكون مديك التراك فاكتور، يكون معاك التراك فاكتور بتاع متوسط المركبات اللي بتمشي على الطريق او العربيات اللي بتمشي على الطريق، او معاك فول داتا نسبه كل شاحنه من الشاحنات اللي بتمشي على الطريق شكلها عامل ازاي. خلاص كده يبقى احنا حسبنا مين؟ الايكوفيدنت سنجل اكس لود. انوال جروث ريت 4% يبقى عندي معدل زياده سنوي مقداره كام؟ اللي هو الجي 4%. اللايف اوف بيفمنت 20 سنه اللي هي الاي اللي هو الايج بتاع الطريق. الدايركشنال ديستريبيوشن 60 على 40 يبقى ياخد الدي بكام؟ 60% اللي هي بوينت 6. التراك برسنتج 20%. التراك فاكتور بوينت 4.5. يبقى الراجل هنا مديني ايه؟ مديني تراك فاكتور على طول. يبقى انا هعمل ايه؟ هروح احسب من هنا ان اي، بس قبل ما احسب ان اي لازم احسب الجي واي اللي هو الجروس فاكتور اللي هو بمعلوميه مين؟ الاتش والجروس ريت اللي هو ال 20 وال 4. ولازم احسب ال. طب ال هحسبها بناء على ايه؟ نمبر اوف لينز ان ايتش دايركشن. تمام؟ طب انا عندي دايركشن في كام هرم؟ 4. لا ده حرفين في كل اتجاه. انا قايل لك ان الطريق بتاعي 4 حارات، يبقى حارتين يمين وحارتين شمال. يبقى هدخل الجدول بمعلوميه عدد الحارات اطلع مين؟ اطلع اللين ديستريبيوشن فاكتور. خلاص؟ يبقى انا عندي هنا الجي بتساوي 4 والاتش بيساوي 20. يبقى التوتال جروس فاكتور اللي هو الجي واي عباره عن كام؟ 29.78. تمام؟ النمبر اوف لينز تو لينز بير دايركشن يبقى ال اللي بتساوي 90% من الجدول. تمام؟ ده ده النقط. يبقى نعم؟ ده ده النقط. ده الصغير. اللي بتساوي 2 النمبر اوف لينز من 80 الى 100 يبقى كلها كام؟ 90. خلاص؟ يبقى ال 20 عباره عن ايه بقى؟ اللي هي ال اي 1800 زائد النوت
في جي واي 29.7 في الدايركت للديستريبيوشن بوينت 6 في الليل ديستريبيوشن بوينت كام؟ بوينت 9. اخد الرقم ده اضربه في بوينت 2 اللي هو التراك برسنتج يطلع لي الام دي. اخد الرقم ده اضربه في التراك فاكتور يطلع لي الكوفرنت سنجل اسيمبلي. خلاص؟ لو كنا فاكرين ايه هي الحاجات اللي لازم ناخدها معانا في الاعتبار واحنا بنصمم مسرده الاشتو بعد ما خلصنا الستريس والتايب اند ستريس والسب جريد واللود والايج والكلام ده، في حاجه اسمها البي سار اللي هي السيرفيسابيلتي اندكس او البيرمنت سيرفيسابيلتي اندكس. خلاص؟ ده فاكتور يدل على حاله الطريق بتاعك، يعني كل ما حاله الطريق بتاعتي بتسوق الفاكتور ده بيتغير. تمام؟ طيب الفاكتور ده هم قال لك هقسمه من 0 الى 5. 5 تدل ان انا عندي حاله الطريق بتاعي ممتازه بدون اي عيوب، 0 معناها ان انا دخلت في مرحله انهيار تام للطريق. تمام؟ وما بينهم حاله الطريق بتختلف بتنزل، يبقى الاربعه ونص اقل من الخمسه، الخمسه الثلاثه اقل من الاربعه وهكذا. كل ما العيوب بتاعتي زادت في الطريق كل ما العيوب بتاعتي زادت في الطريق البي اس اي بتاعتي ماله؟ ينزل. كل ما العيوب زادت البي اس اي ايه؟ ينزل. خلاص كده؟ طيب العيوب اللي هي نمثل ايه؟ العيوب زي الفاتيك كراكنج، زي اللونجيتيودنال كراكس، زي الترانسفيرس كراكس، زي الراتنج، زي اي حاجه من العيوب اللي موجوده في الطريق اللي احنا هناخدها ان شاء الله في الكورس بتاع الصيانه. تمام؟ يبقى دي اسمها الايه؟ العيوب اللي موجوده على الطريق. طيب العيوب دي لما بتحصل بشكل كبير ايه اللي هيحصل للطريق؟ تنهار. بيحصل دخول في مرحله الانهيار. طيب لو انا ما لحقتش الكلام ده بدري ايه اللي هيحصل؟ هيحصل في مرحله ان انا ما ينفعش اعمل معاها صيانه. تمام؟ ما ينفعش اعمل معاها ايه؟ صيانه. ففي الحاله دي بندخل في مرحله اسمها الريكونستراكشن اللي هي اعاده الانشاء، ان انا باجي اقوم شايل الطريق كده واقوم عامل له ايه؟ اعاده انشاء من اول وجديد. وعلى فكره الكلام ده ينطبق على اي حاجه في الدنيا، يعني اي عنصر او اي مبنى او طريق، خط صرف صحي، خط ميه، خط مش عارف ايه، مبنى، اي حاجه. لو انت ما بتعملش الصيانه الوقائيه بتاعتك او ما بتعملش الصيانه في اوقاتها المظبوط، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ هيجي في وقت الصيانه مش هتنفع. لازم ان انت تعمل عمليه احلال. خلاص؟ او هيبقى التكلفه بتاعتها مرتفعه جدا. فقال لك طيب انا لازم احافظ على الطريق بتاعي ده في مستوى معين، ما ينفعش ان انا انزل عنه. خلاص؟ طيب المستوى ده هيوصل له امتى؟ هيوصل له المفروض في نهايه العمر الافتراضي للطريق. يعني انا مصمم الطريق بتاعي ده عشان يخدم لمده 20 سنه، فالمفروض بعد 20 سنه يكون وصل لنقطه معينه منين؟ من العيوب او نقطه معينه من الانهيار، مش اقل منه. خلاص؟ علشان ابدا ارفع تاني الحاله بتاعت الطريق بتاعتي واعمل له ريهابيتيشن وابدا تاني استخدمه بجوده ايه؟ بجوده عاليه. خلاص؟ طيب لو احنا جينا بصينا العلاقه ما بين التايب ايج بتاع الطريق وما بين هنا البي اس اي، يبقى انا عندي البي اس اي مينيموم بكام؟ وماكسيموم بكام؟ خمسه. بخمسه. طيب هو غالبا مفيش طريق بيبقى في البدايه خمسه، يعني هو يعني في الحاله اللي كويسه قوي احنا بناخد تقريبا اربعه ونص. بناخد كام؟ اربعه ونص. يبقى انا هاجي هنا كده، يبقى كل ما الطريق بتاعي عمره يزيد كل ما البي اس اي بتاعته ايه؟ تقل. فانا باجي احط ليميت هنا كده، فاقول والله ده انا مش هسمح ان هو ينزل تحت الليميت ده. ليه؟ عشان تبقى تكلفه الصيانه بتاعتي مقبوله، وعشان ان انا ابدا ان انا ارفع الايه؟ ارفع الكفاءه بتاعته، ما ادخلش في مراحل الجريد كونستراكشن. بعد كده اقوم رافع الكفاءه بتاعته، يقوم واصل هنا وينزل تاني وهكذا. خلاص؟ طيب النقطه دي بقى بحددها ازاي؟ النقطه دي اللي انا هقول ان انا هوصل لها في نهايه العمر الافتراضي للطريق، بحددها ازاي؟ قال لك على حسب نوع الطريق. يعني لو انت الطريق بتاعك ده هاي واي والاحجام المروريه عليه مرتفعه، خد النقطه دي على 2.5، يبقى انا البي اس اي بتاعتي تنزل من ال 4.5 لكام؟ 2.5. ده في حاله مين؟ في حاله الهاي واي. طب في حاله الميديوم ترافيك، يعني طريق كوليكتور او طريق اقل درجه من الهاي واي او الكلام ده، او الاحمال المروريه عليه مش عاليه، اخدها 2.
طبعا بطريق ثانوي، طريق لوكال او طريق لوكال ستريت او لوكال رودز او طريق احجام المرور عليه منخفضه، يبقى اخدها 1.5. خلاص يبقى ده وانا الطريق بتاع ذو اهميه كبيره، تمام، طريق مين، طريق ميجور ارتيريال، يبقى في الحاله دي اخدها 2.5. اقل اخدها 2، اقل خالص في الطرق الثانويه اخدها كام؟ 1.5. خلاص كده، ده باختصار الموضوع بتاع البي اس اي. طبعا هندخل باستفاضه جامده جدا في موضوع عامل الامان بتاع الطريق. يعني انت لما بتيجي تصمم خط التراسه مثلا، وانت بتصمم العمود، الكاميرا، مش عارف ايه، وتيجي تجيب الاحمال، تقول مش عارف بضرب الديد لود في كام واللايف لود في كام، او بضرب الاثنين في 1.5، هو ايه ده؟ فاكتور اوف سيفتي. تمام؟ كذلك احنا برضه عندنا هنا فاكتور اوف سيفتي، هو حاجه اسمها الريليابيلتي. حاجه اسمها ايه؟ الريليابيلتي، الموثوقيه. خلاص؟ فلو انا قلت مثلا ان انا الطريق بتاع الموثوقيه، الموثوقيه في ايه؟ في الداتا، الموثوقيه في جمع البيانات، في الاحجام المروريه اللي بتيجي، في الاوزان، في الاعداد، في كل الكلام ده، في القوص بتاعت الماتيريال، في كل الكلام ده. طيب لو انا قلت ان الار بتاعتي وليكن مثلا 90%، ده معناها ايه؟ معناها ان انا بحط احتماليه ان الطريق بتاعي ده ينهار قبل وصول عمر الافتراضي بنسبه 10%. تمام؟ ريليابيلتي 95، يبقى الطريق بتاعي فيه احتماليه ان هو ينهار قبل وصول عمر الافتراضي بنسبه كام؟ 5%. خلاص كام؟ طيب يبقى انا هنا لازم اكون عارف الار بتاعتي بكام عشان ابدا ان انا ادخل احسب الطريقه بتاعت الاشياء. وكذلك الاس نود اللي هو الستاندرد ديفيشن بتاع مين؟ بتاع البيانات بتاعتي دي. خلاص؟ الكود المصري قال لك والله خد الرقمين دول، وكذلك الاشياء على فكره. خد الرقمين دول وبوينت 9.5 وبوينت 4 ايه؟ وبوينت 4.5. يبقى انا هاخد الرقم بتاع الار اللي هو الريليابيلتي بتاعي 95%، والستاندرد ديفيشن هاخده بكام؟ 45 من بين. طيب الباب بنت لاير بقى، احنا قلنا ان انا عندي طبقات الاسفلت بتاعتي عباره عن ايه؟ ها؟ سب جريد، جليها، سب بيز، 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 تمام؟ يبقى انا كل طبقه من الطبقات دي، السب بيس والبيس والهارد ميكس اسفلت، لازم اكون عارف لها الماتيريال بتاعتها، لازم اكون عارف الخواص بتاعت الماتيريال بتاعتها، لازم اكون عارف السب بيس السي بي ار، الام ار، كذلك البيس السي بي ار، الام ار، كذلك الهارد ميكس اسفلت لازم اكون عارف الاي اللي هي موديل اوف الاستستي. تمام؟ فكل طبقه من الطبقات دي لازم اكون عارف الماتيريال بتاعتها. طيب في الطريقه بتاعت الاشتو اللي هي الطريقه دي حاجه صريحه كده، ما بيقولكش السي بي ار بكذا والام ار بكذا وهنحطهم المعدل، لا، بيحول الكلام ده كله لحاجه اسمها اللير كوفيشن. يبقى بيحول خواص الماتيريال بتاع الطبقه لحاجه اسمها اللير ايه؟ اللير كوفيشن. فبيجي يدي لير كوفيشن ايه؟ 1 لير كوفيشن بتاع مين؟ لازم يسال الاي 2 لير كوفيشن اوف بيز، الـ A 3 layer coefficient of sub base. خلاص كده؟ وبيجي يحدد الـ layer coefficient ده بناء على الخواص او بناء على الماتيريال اللي موجوده عنده، الخواص بتاعت الماتيريال اللي موجوده عنده. تمام؟ طيب الاشتو عامل كده شويه جداول وقال لك والله الـ layer coefficient احنا بنجيب. فمثلا لو انا عايز احسب الـ A 1 يبقى لازم يكون معايا الـ E بتاعت الـ hot mix asphalt. خلاص؟ ليه بتاعت الهارد ميكس اسفلت تقريبا بتبقى في حدود 400,000 450,000 في الرينج ده. خلاص؟ فباجي اقوم فاتح الاشتو اقوم داخل عند 4 × 10^5. دي عباره عن ايه؟ اللي تحت ده عباره عن المودلس بتاع الخلطه الاسفلتيه بتاعتي في درجه حراره 70 درجه فهرنهايت. تمام؟ يبقى المودلس بتاع الخلطه الاسفلتيه في درجه حراره 70 درجه ايه؟ فهرنهايت، اللي هي تقريبا 21 درجة، 21 درجة مئوية. خلاص؟ يبقى أنا عندي مثلا 400,000 يبقى 4 × 10^5، أطلع أقبض في الكيرف ده أدخل أقوم جايب الـ A كام؟ الـ A 1. مفيش أكتر من كده؟ لا مفيش أكتر من كده. زي الفل. الـ A 2 بتاعت البيز. قال لك لا بقى استنى. البيز له ثلاث حالات. البيز له ثلاث إيه؟ ثلاث حالات.
يا اما يكون انتريتد. يعني ايه انتريتد؟ غير معالج، مش معمول له اي ستابلايزيشن. انا جبت الاجريجيت اللي هو السن اللي انتم بتشوفوه ده وخلطته بالميه ومش عارف ايه والحاجات اللي احنا عارفينها، وقلت فردوا على الطريق وخلاص على كده، يبقى ده اسمه ايه؟ انتريتد. طيب، او ان انا اعمل له تثبيت ومعالجه بالاسفلت بالبيتومين، يبقى انا اخلطه مع البيتومين، يبقى في الحاله دي هيعامل زيه زي ايه؟ خلطه اسفلتيه. تمام؟ او ان انا اخلطه بالاسمنت، اخلطه بالاسمنت. خلاص؟ طيب، وقاموا عاملين ثلاث شرطات، واحد للانتريتد بيس، وواحد للتريتد بيس وسبيتون، وواحد للتريتد بيس بالايه؟ بالسم. خلاص؟ طيب، لو انا بالانتريتد بيس خلاص، يبقى انا هشتغل على السي بي ار بتاعتي. يبقى انا هدخل احدد قيمه السي بي ار اهي، وليكن مثلا ب 80، وامشي خط افق كده واخبط في المنحنى اللي هو ده او الخط اللي هو ده بتاع الاثنين، يوم يطلع لي قيمه الاثنين اهو كده. خلاص؟ طيب، لو انا بقى خلطه بالبيتومين، هل ينفع ان انا اعمل له سي بي ار؟ لا. امال اعمل له ايه؟ مارشال ستابيليتي. مارشال ستابيليتي، يبقى انا هدخل بالمارشال ستابيليتي اهي، مارشال ستابيليتي، وادخل كده اقوم جايب اللير ايه؟ اللير كوفيشن. فاجي اقول والله مثلا المارشال ستابيليتي بتاعتي ب 900 مثلا، يبقى ادي ب 900 وامشي كده يطلع لي مثلا بوينت 2.2 مثلا. خلاص؟ طيب، لو انا عامل له تثبيت بالاسمنت، هل ينفع سي بي ار او ينفع مارشال؟ لا، بالانكونفايند كومبريسيف سترينث. بالانكونفايند كومبريسيف ايه؟ سترينث. وللعينات الاسطوانيه مش المربعه، ولمده 7 ايام اللي هي مره على صفها 7 ايام، يبقى بعد 7 ايام خلاص، يبقى بنشكل قوالب اللي هي القوالب الستاندرد الاسطوانه لمده 7 ايام او متعدده لمده 7 ايام، وافضى اقصر عند عمر كام؟ عند عمر 7. خلاص، على جهاز الضغط العادي اللي انت شفتوه تحت في المعمل بتاع الفريق. تمام، وابدا هنا احدد الانكونفايند كومبريسيف سترينث اللي هو 7 ديز عند 7 ايام، وابدا ادخل كده اقوم اطلع قيمه مين؟ قيمه الايه؟ 2. يعني مثلا هاجي اقول والله ده قيمه الكسر بتاعتي مثلا 600، 600 بي اس اي طبعا. تمام؟ وادخل كده يقوم يطلع له قيمه ايه؟ قيمه الايه؟ 2. خلاص؟ الايه 3 نفس الكلام. طب الايه 3 اللي هي بتاعت السب بيز؟ خلاص، السب بيز هو معروف ان هو بيبقى دايما دانيولي. خلاص؟ او انتريتد. يبقى في الحالة دي هحدد قيمة السي بي ار وادخل او مطلع قيمة مين؟ الاي 3. خلاص؟ كده يبقى انا عرفت، خلصنا القصة بتاعت الماتيريال، خلصنا القصة بتاعت اللود، الايج، السترينث والتايب اوف سب جريد، خلصنا كل الكلام ده، فاضل مين؟ الكلايمت الكونديشن. تمام؟ طيب، في حاجة اسمها درينج كوفيشنت لازم اكون عارفه. درينج كوفيشنت. درينج كوفيشنت اللي هو معامل الصرف بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على حاجتين. نسبة الأمطار اللي موجودة في المنطقة بتاعتك، الأمطار الغزيرة اللي موجودة في المنطقة بتاعتك أو المكان اللي أنت بتصمم فيه الطريق، ونوع الطبقة اللي عندك من حيث تصريف الأمطار، هي بتقدر تخلص أو تصرف المية بتاعتها النفاذية بتاعتها شكلها عامل إزاي؟ خلاص؟ فبتيجي تعمل ايه؟ والله انا هعمل الطريق ده في المكان اكس مثلا. طيب انا عندي مثلا معدل دخول الامطار من الداتا القديمه وليكن مثلا 20 يوم في السنه. طيب دول نسبتهم كام؟ يبقى ال 20 على عدد ايام السنه مضروب في 100 يطلع لي نسبه الامطار الايه؟ الامطار الغزيره اللي موجوده في المنطقه بتاعتي. خلاص؟ طيب الطبقه اللي عندي دي تصريف الميه بتاعها شكله عامل ازاي؟ جيد ولا سيء ولا متوسط ولا ايه بالظبط؟ خلاص؟ دي من خواص الماتيريال اللي موجوده، من خواص الطبقه اللي عندي. ففي الحاله دي باجي اقوم داخل على الجدول الكبير ده واقول والله لو انا عندي مثلا دي النسبه بتاعت التشبع او نسبه الامطار الايام الممطره في السنه، لو هي مثلا من 1 لـ 5، وانا عندي الطبقه بتاعتي جيده التصريف للميه، يبقى في الحاله دي مع 1 لـ 5 يبقى الفاكتور بتاعي من 1.15 ل 1.2 ايه؟ 2.5. ممكن اخد المتوسط اللي هو 1.2 مثلا. خلاص؟ بس مفيش اكتر من كده. يبقى انت لازم تعرف نسبه الايام الممطره في السنه اللي هي الامطار الغزيره اللي موجوده في السنه، ونوع الطبقه بتاعتك من حيث تصريف ايه؟ تصريف الميه. اي طبقه؟
طبقات البيز والسب بيز. طبقات البيز وين؟ والسب بيز. خلاص؟ طيب كده احنا خلصنا كل حاجه. كده احنا جاهزين عشان نطلع مين بقى؟ عشان نطلع الدي واحد والدي اثنين والدي ثلاثة. يبقى انا رحت عملت ايه؟ حسبت الكوفيدنس في الاكسل لود. ركزوا معايا بقى، الكوفيدنس في الاكسل لود حسبت، تمام؟ حسبت الام ار بتاعت السب جريد وبتاعت السب بيز وبتاعت البيز. حسبت اللير كوفيشن اللي هي الاي واحد والاي اثنين والاي ثلاثة، صح كده؟ حسبت الام اثنين والام ثلاثة اللي هي الدرينج فاكتور بتاع طبقة السبيس والسب بيز. خلاص؟ طيب ايه؟ ما ده تحسب ده ايه؟ للاسفلت؟ ما الاسفلت اصلا المفروض ده يبقى كله اسفلت. اللي هي بتتاثر في الميه. لا والبيز والصب بيز اصعب واصح. ليه؟ لان البيز والصب بيز عباره عن تربه متدرجه. يعني هتلاقي فيها حبيبات رفيعه، حبيبات بسيطه يعني ناعمه، وحبيبات كبيرة. طيب لو انا المية بتاعتي دي كل شوية تدخل وتخرج تدخل وتخرج تدخل وتخرج، ايه اللي هيحصل؟ الحبيبات الناعمة بتاعتي مش المية ما بتخرجش، ده فاضية، تمام؟ بتاخد الحبيبات الناعمة وتخرج، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل فراغات، فبالتالي يحصل ايه؟ دمك زيادة، فبالتالي يحصل مشاكل في الطريق بتاعك. هتعمل الطريق كله ايه؟ هتهبط الطريق كله فين؟ ما انت خد بالك انت ما بتسمحش الميه ان هي اصلا توصل للحاجات دي. يعني انا ما بسمحش للميه ان هي تنزل. يبقى تبدا تنزل.